يا مرحبا بالجميع لقناة فكرة لابور. اليوم نشوفوا مع بعضنا كيفاش ندير ونعمروا الجوان هذا تاع لافايونس. ابو عندنا اول مرحلة نحتاج فيها السيمة البيضاء، نديروها نخلطوها على الشكل هذا، يعني ما تكونش عاصية بزاف، تكون متماسكة على الشكل هذا باش يعني تدخل هنا مليح في الجوان، ما نخدموش بها شيحة. العملية هذه لازم يكون عندنا القفازات، لأن السيمة هذه البيضة مضرة جدا لليدين. هنا المرحلة الأولى نشارجيو الجوان على الشكل هذا، يعني حاجة سهلة خلاها. بنقراطوان، يعني حاجة سهلة خلاص، حاجة أسهل مما يكون. ها نهزو القراطوار على الشكل هذا، حاجة سهلة خلاص. نديرو نعمرو مثلا مساحة تاع 1 متر مربع، ولا نديرو متر ولا متر ونص. ومن بعد نرجعوا للمرحلة الثانية، نحتاجوا فيها بيدون تاع ماء، ونحتاجوا البونزا على الشكل هذا، يعني البونزا نديروها في الماء ونعصروها، بعد ذلك نطويو بها جوان هنا على الشكل هذا، نطويو بها الشكل هكا، نديروه فينيوه مليح بالبونجا على الشكل هذا. انا شوية هنا لا كاليتي تاع لا فايونس مش مليحة، يعني سلعة لوكال هذه مش مفيني هنا مليح الحاشية تاعو. غنديرو نمسحو بالبونزي على الشكل هذا، يعني حاجة سهلة خلاص. والبونجا نديرو نخدمو بها، كي نشوفوها ولات تدير يعني تبلحط هنا نعاودو نحطوها في الماء ونعصروها هكا على الشكل هذا، يعني حاجة سهلة خلاص. حاجة أسهل مما يكون، يعني بدون تعب خلاص. دركا نديرو نخليوه يشيح شوية ونرجعو للمرحلة الأخيرة. بعد ما نديرو نخليوها تشيح شوية على الشكل هذا، يعني الواحد عينو ميزانو. دوك نروحو للمرحلة الأخيرة، نحتاجو قطعة تاع قماش تكون شايحة، يعني نخدمو بها شايحة، ما نحطوها لا في الماء لا والو، باش هو تكون نظيفة. ونمسحو لافايونس تاعنا على الشكل هذا، نحيولو الشوبية هذه. ونركزو دائما هنا في الديسان هذا، في الغيران هذا هنا، نمسحو مليح هكا على الشكل هذا، يعني حاجة سهلة خلاص. هكا حاجة سهلة خلاص وبدون تعب. ها حاجة سهلة خلاص. ها نطويو هكا جوان مليح هنا الجوان، كيما قلت نركزو دائما هنا في الغيران تاع الديسان هذا هكا. يعني حاجة أسهل مما يكون. ها الخدمة راهي كل حاجة عندها سر تاعها، كل مهنة عندها الأسرار تاعها. هذا هو الشكل النهائي، يخرج على الشكل هذا، يعني بعد ما نديروه نمسحوه. وشنو هو كاين حاجة في المرحلة الثانية تاع اللي نستعملو فيها البونجا، لازم كيما قلت نفينيو الجوان هنا مليح، وفي نفس الوقت نيطواييو بعد لافايونس، خاصة هنا وين يكون الديسان هذا، وين يكون التجويفات هذا هنا، منخليوش السيما مدايرة هنا مكعبرة ولا لاصقة، ولا باش المرحلة الثالثة تجينا سهلة، يعني باش يخرج الفايونس على الشكل هذا. ها عندنا هنا كذلك الجوان هذا بين الفايونس والأرضية، كذلك لازم نديروه كوليوه الجوان هذا التحتاني هنا، نكملوا.
كي نكملوا نقولوا لا بارتي هذه نديروا نيتواياج نبروسيو هنا الجوا هذا بعد ذلك نديروه نقوليو وهذا مكان.